واحد بيقول انا تعبت من حياتي وكرهتها، ده حلوه ومره، واليوم هو اسود يوم في حياتي لانه يوم عيد ميلادي. ليه بس يا ابني؟ قل يا سيدنا الى من، الى متى سانتظر خلاص الرب، مع العلم اني لم يعد في اي احساس بالفرح او توقع شيء مفرح. كفاية انك عايش لحد دلوقتي، دي كويسة، وكفاية انك موجود في الكنيسة وبتسمع عزة، دي برضو كويسة، لكن ما تاخدش الامور بالطريقة السوداء بالشكل ده. يعني كن انك بتقول كرهت حياتي حلوها ومرها، يعني في حلو برضو في حياتك، افتكر حلوها وانسى مرها، واقعد فكر ايه الحاجات الكويسة اللي عملها ربنا معاك من اول ما اتولدت لغاية دلوقتي. ويوم عيد ميلادك كل سنة وانت طيب، ربنا يجعلها سنة مبروكة. كويس انك بتحتفل بعيد ميلادك في الكنيسة، دي بركة كبيرة خالص.